السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو حديث وزير التربية بشأن تأجيل الامتحانات الوزارية لطلاب الصف السادس الإعدادي. خليكم ويا الفيديو. الثاني كان حول تأجيل الامتحانات. احنا هناك كانت اكو مناشدات من ابنائنا الطلبة حقيقة في موضوع تأجيل الامتحانات لطلبة الصف السادس الإعدادي. الامتحانات لطلبة الصف السادس مقرر أن يكون في يوم 3/7. الامتحانين اللي راح نمتحنهم قبل العيد هي فقط مادة التربية اللغة العربية والتربية الإسلامية، لأن تمدمج هاي المادتين بامتحان واحد حقيقة، ومادة اللغة الإنجليزية فقط. يعني لدينا امتحانين فقط قبل العيد سيكون، وأربعة امتحانات ما بعد العيد، خمس امتحانات ما بعد العيد. فشفنا المدة المتبقية، تعرف أنت من صار هذا الخرق عندنا، دولة رئيس الوزراء طبعا كان مع استمرار الامتحانات، يعني امتحانات المتوسطة من سمع أنه إحنا صدرنا بيان بتأجيلها، دولة رئيس الوزراء قال ليش أجلتوها، ليش ما خليتوا الامتحانات تستمر، يعني بالأسئلة